والله تعالى قدم لك، قالك إن عملت صالحا لك الأجر في الدنيا والآخرة، وإن عملت فاسدا لك الوزر في الدنيا والآخرة. طيب إذن أنذرك وبين لك، تؤمن أو لا تؤمن أنت حر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن من كفر عليه أن ينتظر عذابه. حرية العقيدة والتعبير في الإسلام محترمة ومصانة، ولكن على من اختار إغضاب الله تعالى أن يتحمل غضب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر محسوم لا شك فيه ولا ريب. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طبعا التفسير الأرجح لعليه جمهور المفسرين أن الإنسان في حالة الغضب يدعو بدعاء يضره. ابنك عذبك كثير، تمرد عليك، ما طبق أمرك، مغضب والدته وكذا، فتجي في ساعة غضب، روح الله سبحانه وتعالى يقطع رزقك. هو لا يريد في حالة غضب، سبحان الله، هذا الولد أصبح لا يوفق بأي عمل من الأعمال. ولذلك لا يستعجل الإنسان في مثل هذه الأدعية. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم عسى أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لها. هذا رأي الجمهور. رأي آخر أننا قلنا دائما، وهذا تعبير أجل يعني أن يستقر، هناك عقل مؤمن وهناك عقل كافر. العقل الكافر يظنه أنه على حق. لماذا؟ لأنه عطل أدوات الفهم والإدراك وقال: أقلد أهلي، أقلد من كان قبلي، أقلد آبائي، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كفروا يكفر، عبدوا الأصنام يعبدوا الأصنام، زنوا وهلوا مجرا. هذا الذي عطل تفكيره يظن أنه على الحق وهو على الباطل. وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من دعا بهذا الدعاء؟ كفار قريش دعوا على دعائهم، والله تعالى لو استجاب لأهلكهم جميعا، ولكن أجل الإجابة متروك لله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما من شأنكم أنتم أيها الكفار، لا، هناك دعوة تستمر إلى يوم الدين، رسولها محمد صلى الله عليه وسلم: فلن نهلككم وإنما سيخرج من أصلابكم من يوحد الله وينتشر في الأرض. هذا المعنى. يخطر ببالنا الحقيقة معنى ثالث، وهو أن المنهج الإسلامي منهج وفق بين الدنيا والآخرة. فرأينا بأن دعاء الكافر: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، خلاق النصيب ما له شيء بالآخرة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا طغت الدنيا على المسلم لا يدعو إلا لدنياه، لا يدعو إلا لدنياه. مثلا قصر في تلاوة القرآن، يقول: يا ربي الهمني اقرأ القرآن كثير، لكن والله ضاق علي رزقه شوي، يا ربي أعطني، يا ربي ارزقني، يا رب يا رب. في قضايا الدنيا دعاؤه مستمر، قضايا الدنيا دعاؤه مستمر. وهنا يكمن الخطر، نخشى أن كثرة الدعاء لأمور الدنيا تنسينا أمور الآخرة. لهذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني البريد الآخرة ما بده يعيش في الدنيا؟ لا، عايش في الدنيا، لكن إذا طلبت الآخرة أعطاك الله الدنيا والآخرة، وإذا طلبت الدنيا فقط لم يعطك من الآخرة شيئا. هذا أمر خلينا نفكر فيه قليلا ونعيد أنفسنا
إلى الحقيقة الكبرى، وهي أن الآخرة هي دار المعاد. الآجل هذا منتهي، العاجل هو منتهي، والآجل هو الخالد. يعني مهما بلغنا والله ربنا أجبنا وأعطانا أموال، هل يتمتع الإنسان فيها أكثر من عشرات السنين؟ 70 سنة، 80 سنة، 500 سنة وانتهى الأمر. فما بالك بدنيا يعني وآخرة خلود لا ينتهي بهذا أبدا. فلنعود إلى الله. نذكر في هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء بنوا لنا حضارة الدنيا وأعطونا الأمثلة. لما زار هشام بن عبد الملك حاجا دخل الكعبة، حتى الآن بتشوف أنه كبار الزوار بيدخلوهم الكعبة، ونحن مرة دخلنا الكعبة أيضا كمان، يعني يدخلون الكعبة فيما فيها. فهو دخل الكعبة فنظر فرأى سالم ابن عبد الله يصلي، انتهى من الصلاة سلم عليه أمير المؤمنين، قال يا سالم ألك حاجة؟ يعني باعتبار أمير مؤمنين، ويعني قال أفي بيت الله؟ يعني يا أمير المؤمنين بتقلي عن حاجة وأنا ببيت الله؟ قال له حاضر. خرجوا فظن هشام أن القضية قضية مكان أو قضية زمان. إيه يا سالم الآن طلعنا، ماذا تريد؟ قال يا أمير المؤمنين، حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال يا سالم، ومن يقدر على حوائج الآخرة إلا الله؟ قال وكذلك حوائج الدنيا لا يقدر عليها إلا الله، والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ وأشار إلى أمير المؤمنين. إخواني الكرام، بزهدهم بالدنيا ملكوا الدنيا والآخرة، بزهدهم بالدنيا. الآن كمان نحن نحاول أن نزهد في الدنيا فنملك الدنيا ونملك الآخرة. ثم ننتقل إلى الآية الأخيرة في هذا الدرس، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الآيات قسمان، آيات عقلية تتمثل في الكتب المنزلة، الإنجيل، التوراة، القرآن، هذه نزلت آيات حتى يستوعبها العقل البشري ويفكر فيها ويحتكم إليها لا ليرضى عنها. كان القرشيون يحضون بعضهم ألا يسمعوا كلام الله، وهتسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهتقربوا منه، لأنهم يعلمون أن ما يقوله لا يستطيعه بشر. بقرارة أنفسهم يعلمون أن الكتاب حق، ولكن سبحان الله كما قلنا العقل الكافر أمر آخر. هذه الآيات المنزلة تمثلت بماذا؟ بالآية التي ذكرناها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو الآية المنزلة، هي الآية العقلية. وأتت هذه الآية بأعظم آية كونية، وهي الليل والنهار. الليل والنهار يقوم عليه الكون، بلا ليل ولا نهار لا تستقيم الحياة إطلاقا. وقد ذكرت آية أخرى الليل والنهار كأمرين متكاملين في قيام الحياة، ذكرت كما ذكرت الإنسان والبشر، وذلك في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما ذكر وما خلق الذكر والأنثى. هل تستقيم الحياة بغير ذكر وأنثى؟ هل تستمر 20 سنة بلا ذكر وأنثى تنتهي الحياة؟ لا أولاد ولا حدا ولا أحد. كذلك لا تستمر حياة الإنسان على وجه الأرض بغير الليل والنهار. هذه هي الآية الكبرى، الليل والنهار. والليل والنهار مقسمان، الليل للسعي، النهار للسعي والعمل، والليل للسكون والتعبد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. النهار لك شغل كتير لكن الليل خلي لي التعبد. ناشئة الليل أوقات الليل باعتباره قول ثقيل الحقيقة، من قرأ القرآن في الليل يستوعبه أكثر من النهار.